قرر مجلس الوزراء تقديم عطلة عيد المولد النبوي الشريف إلى يوم الأحد المقبل بدلاً من يوم الخميس 24 من كانون الثاني الجاري، وتشمل العطلة جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة. وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، قرر المجلس الإبقاء على موعده دون أي تغيير. صرح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني أن التعليمات التنفيذية التي أقرها مجلس الهيئة منحت رؤساء لجان الاقتراع والفرز صلاحيات منع كل من يحاول انتحال شخصية غيره أو اسمه لغايات الاقتراع من الإدلاء بصوته وإحالته للمدعي العام. أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم سطام عواد أن الوزارة لم تقرر إلغاء امتحان مبحث علوم الأرض الذي أثير حوله الجدل بشأن ما تردد عن تسريب أسئلة هذا المبحث، ولم تقرر حتى الآن أي إجراء بهذا الخصوص. توفي 7 أشخاص وأصيب 4 آخرين في حريق اندلع في مخيم حديقة الملك عبد الله الثاني للاجئين السوريين في لواء الرمثة. ومن جانبه قال مدير مستشفى الرمثة الحكومي الدكتور يوسف الطهات إن الجثث 7 وصلت متفحمة ولم يتم التعرف على هوية أصحابها حتى الآن. طلبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى الابتعاد عن الاشتباك في المناطق المدنية أو إدارة الصراع فيها، ودعا بيان الأونروا الأطراف المشتركة في النزاع إلى ضرورة ضمان حماية لاجئي فلسطين وحماية ممتلكاتهم والتقيد بالتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي.